هلا كنا عم نحضر عشان نعطي كلبتي حبوب الدود تاعتها باستعمال هذا المنتج اللي هو زبدة الفول السوداني أو بينت باتر، وحطينا معلقة طعام فيها حبة حسب وزن الكلب وإرشادات الدكتور البيطري. نحط الحبة ومنغطي. هاي الحبة الثانية وهي الحبة الثالثة، ومنغطيها جوا زبدة الفول السوداني. نقدر ناخذها هلا نعطيها للكلب. هلا بدنا نعطي الدواء للكلب. هاي الدواء اوكي، بس يموتوا على البينات باتر اللي هو زبدة الفول السوداني. وهي هالتهمت 3 حبات دواء بدون ما تعرف عنهم، عم تلحس الباقي. Inside.